شنو ذو العنوان العريض؟ إن فشلنا أن نكون زوجين علينا ألا نفشل في أن نكون والدين. خذوها مني وعني، إن فشلنا أن نكون زوجين فيجب ألا نفشل في أن نكون والدين. مروان زمراني ري زوجين استحل العشرة يخسوان وانس محشاء أني ريد الوالدين، والدين أب وأم. الحياة الزوجية إن دي سيقسم الله تعالى مما غنضيع ثاوانغ، مما غضيعني مسر من تاوانسن، مما غس تعمل تاوانسن كوسيلة ضغط، مما غقن تاوانسن أول من يضحى بهم. مما ربي سبحانه وتعالى إن نغذم رقم ذو مثنة مصفر رقم ذو مثن ثرى عمل حقوق يجن والنظني. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. نهر من كوا يجن والنظني، نهر من غذر ديورني يجن والنظني، نهر من ويرعب يجن والنظني، نهر من شق العرض يجن والنظني، نهر من فضح يجن والنظني. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قرب أنت كمرنت العيد دنزنت، فأمسكوهن بمعروف غاك الغارض سيدي وما تارتم غثارت، أو سرحوهن بمعروف دون تقبيح ودون تعيير ودون صخب ودون مشاكل. لا 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 لا، الطلاق مرتان قرب سبحانه وتعالى، الطلاق مرتان إيه من بعد، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كل الإحسان مرة من يزمر الزوج اني مسفرقنك الزوج اني غادي كيسيقن الاحسان فيك ثم غاه اني مسفرقنك وايا زني اذن تغدا هيا زنس تتغدا تم غاه نص نهار واقي مشى صافي باحسان. لذلك ما اروع ما اروع كلمات احد السلف رحمه الله رحمه واسعه حين كان على خلاف مع زوجه فجاء الناس ليتدخلوا بينهما وسين دس الناس مش يغين ميمي غان غرخ بخصة تطلق ذي ثم غاث ميمي خصة تطلق ذي ثم غاث مين جارة ومد مين ديني يك لابس مين سنين. قال العاقل لا يهتك ستر بيته، أعقري ويفتح بوذ الدهنس غبارة، أعقري ويجبوذ بوسياني هارا قيس عدوك وشي، أعقري ويجبو أمور ذي نظر غاقس أنتري هذا جدي قد كوشي نغ ذا شرشو عن رحيد تسا زرية مزوادي هو كورشي قاغان غرب عثنيا يزن ضرب عثن تمغارين. سأل الله عز وجل المعافاة أبدا يزدوا هبدا إن يسوها من ديني أتسرد من غه قد خودران غذي يفسي الله أعلم. قال العاقل لا يهتك ستر بيته، شاء الله عز وجل أن يفترقا يطلقاس وسندغاس ننس قرخو تلقضاس إيوين ينغمين ديني يني يا نغمين ديني سمينا سنيننا وسنين وشق وسنين بوقا وزرين بو من خفيت السك قاكن واسين من ديني اقا صباغا كي صغات ومسندني قا صباغا كي صغير وها قد قوا غاري من زغا خطسغنا فاقا وها النهاية تجمع سكختي هو مين ديني ام زوائل نسن العاقل لا يهتك ستر بيتي يثن نظني غون قامنا سنيننا. قال مالي ولمرأة غيري سقسم يا خيج انت مغادر براني اذن تغطى مغاثينو نهار في الجسم يدن در براني مين اي حزن شد سيور غد الجسم يدن مين اي حزن شد جبد غطى مغام يدن مين مين يسغى السيور. هذا هو الدين، هذا هو الورع، هذه هي الاخلاق، هذا هو الشرع. ها قوم مسرم من ما مشجن دو الذوم قانا ذا مسرم يقواخ الدين وفق شرع الله. لذلك ايها الاحباب حتى ان وصلنا الى الخصومه حتى ما راني اوضغ الخصومه الدين غي قران شوينا الانصاف شوينا الانصاف. ولله در الامام مالك رحمه الله قال اعز شيء في زماننا الانصاف لوقت الناس سمي قال الانصاف يعني كل جنس تكشدر حق الناس لا الحق المادي ولا الحق المعنوي. مرن الشيخ ظن الشيخ ظن غاسي جرحق مرن تيخ ظن تيخ ظن غاري جرحق مرن شي تيجي شي ذو مقال الانصاف أن أنصف الآخر من نفسي وأن ينصف الآخر نفسه أو أن ينصفني الآخر من نفسه
الامام مالك دير وقت النس ان شوادي نبوش نحش تقرج 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 كم دهبني عزن اما شنو الانصاف اقبد الامام مالك خر وقت النغد زاد نهار يمسن من مش تعيشن تصيدار بذن غديار رغو بريد اقبد خمي غاد سرد خصوصا دي المشاكل الزوجية خمي غاد سرد وايز يتاويج دغامين من سقسن انت ارغد غاد توريد ثمغة هني وذي نبوش الشيطان يتيوضن مي غاد سرد غاد مغا هني التاويج دغامين سقسن انت ارغد توريد عايزني وذي نبوش الإبليس يتيوضن اين الانصاف اين الانصاف اوان شقيق ثلاث الصباح ثلاث الصباح ثلاث الصباح قيق رتا والحريتا 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 واثم غهنتين شقيق تا 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 سبحان ما شقيق تا 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 وحرين دوامي قان الانصاف. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفجر في الخصومة وعدها من صفات المنافقين. والحديث في الصحيحين وسنن أبي داود أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. والفجور يقول أهل اللغة الفجور هو أن يحيد المرء عن الحق وأن يحيد المرء عن القصد وأن يميل عن الحق إلى الباطل عن الصدق إلى الكذب إلى آخره. يعني ويقابوثي دومي قان الود إخال فبري دومي قان الفجور. أيها الأحباب كثير من الآباء والأمهات يحيدون عن الحق ويصلون إلى الفجور أو إلى الفجر بعد الطلاق حتى إننا لا نجد عددا من الآباء يتجردون نهائيا من أبوتهم ونجد عددا من الأمهات يتجردن نهائيا من أمومتهن. مغيوض الإنسان بابس نرواش ماذي تجرد الأبوانس أذي انضعثاون سواني الطلاق ويتسقسي خطاون سشينو رواسويني عاضن وروايريذن قنن ورواقين هرشن نغقين الدواء غاسن شماني تكون النغوة غاسن شا ممشتن تمعملين أين عمل حضانة رح غيم ما سواه الحضانة انتقل غاس شرعا وقانونا ولكن سقسا غاباباس أقاش كذباباس سقسا سقسا قوني ذمي الشك ثني ذي جي الشك قواجب وذمي سخاريس ورا ذي جي سخاريس ورا ذي جي سعنتيس خاتيس ورا ذي جي روح سقسا خزامان يتعيشن خزامين تتن يعاوذ المراشي جدين نظني تتمال الضواطة بيين نظني وفين رذمين غشن وفين رذمين غقنن وفين رذمين غياضن قشتن دير وقتا رعواشا دير وقتا رعواشا والله ترى غانتي تمغاري تقارش تلق غواها اني اشتابن هذي يزودي ثاوانس شو سنغ بوزودي شو تبوت تمغان سنار هذي يزودي ثاوانس رعيدي قواد وليس يوزو قع نهائيا ان شتخسى تطلق يوجد سو سورونس تخسى تطلق يوجد سو جد كسير احمر اتسن من سكور حق يوجد كافسة قسوين تكافس. من قال هذا بأي وجه سيلقى الله هذا الذي يقول مثل هذا الكلام والعكس شحان تمغارين طلقك ذوها يزوه يخني يخسى باش تصدق زايا زني تصدق زي حنجي عني مرمي من تذا استراغا اذا استراغا نبي سبوهاري مرمي ما ويقيا الرأي امي سبوهاري قد كعب غباباش مرمي من تا لابد إبابة سنة يخسد يدور ذي الترام واثي تويري سبحان الله مصفرق وايز التمغاث اجم اجبابة صغر غثا ونم يعيز اجيم ما صغر غثا ونش تعيز ما يمي حالة الاستقطاب هذه ما يمي متلازمة الاستقطاب لابد يخسي إما كذي راحني إما كسرحن مرا روحن كيدي يخصد شاهن يمتسن مرا روحن كيس يخصد شاهن باباتسن السياسة أمريكان معي أو ضدي والصين غمان يستدني ويا انت الشرع عن صدار بي قال لا وكذلك جعلناكم أمة وسطة خير الأمور عندنا الأوساط ويكره التفريط والإفراط يحنجي عن جهني قجن. لذلك رب سبحانه وتعالى إن نغوس خدام ثبوي يحنجي عن باش الدار مجن ونظني ذي ثغنانتي ها باش تبدا ما اتوزم مش غاه قم
أتغذر من الجنون سيحنجان. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يمتسن وهدار يا يزن ستاونس ها يزوى الدار أو يبابتسن ويدار يمتسن ستاونس. واتفق شادي الكلام من المفسرين الطويل لأن ذيس كلام طويل ولكن المعنى العام ذواه. حتى قال جمال الدين القاسمي رحمه الله في آخر كلامه بعد أن ذكر المعاني التي تستفاد من هذه الآية قال كل معاني ترجع إلى شيء واحد منه من يعني قال وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه. الجن يخسذ أذي غربون نظنيا إمن يسخدم ثاونس إديع ثاونس. أيها الأحباب إن الله عز وجل قد بلغ في حرصه على الولد بعد الطلاق أنه حتى لا يضيع أنه أمر برعايته وهو في بطن أمه. قبل شان سن الدين النقى والله واتف مبوي مسر من شان الدين شنوانيته والجين قارث لأنه من شين دي مسر من لا نزران غراق حد النظني. ولكن من يهجى أن سيدة ربي هذا سيني بنادم ثم غاث النشط القذس ما شقا غاس سيميذ قعديس أخست خذمذ أتشاتسو إيوا سيدي ما يمي لأن قاغاس مش ذو عديس النس يخس مش إني هذا استكفل ذي الرعاية قد ذو عديس النس ذو عديس نمس تش تسوت يا أتقن أطرح ضبيب أتكدوا. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا ينشن الجني ومرته غتقيري لا الآية تساور الطلاق الآية قتلي صورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة تهويت زيد الآية 6 أتفد وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. زقنا سغط القغز قيمر الطلق. قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف بين العلماء هذا إجماع لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. سمقا ثلاثا أو أقل منهن يعني ثمغة طلق البائن بينونة كبرى يعني وغاس ورحقة ذور غوايزنز حتى وجيت القريجعية وجيت طلق جوم وغاسر حقة ذور نطلق واسماثين طلق غاسر حقة لا طلق واسترثة وغاسور حقة ذور أرغى أتمرشو النظني ما جاي طلق غاسر خذ النص غاسر حقة ذور خصة ذور ونمزوة نغي خصة تيار غاسر حق طلق وغاسور حقة ذور غوايز نسي نسي دار بيخس يخدم أرد زيد عاد فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف. أيها الأحبة في الله لأن الطلاق غالبا ما يكون ضحيته الأبناء. أي نعم يكشان غصيدار بربعة نمسر من ربعة المؤمنين وخيمس فرقك تمغاه النص إتراعى يوسيدي والسمان رخياني. ولكن الأغلبية الغالبة ويتتنعمو دي حنجانو عن الطلاق ذي حنجاني ضيعنو عن الطلاق. لذلك خولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها أوس بن الصامت تستغى النبي صلى الله عليه وسلم ذي السنزل سيدار بقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قمت تستغى النبي صلى الله عليه وسلم من استنى في شكواها من بين من تنقلت يا رسول الله إن بيني وبينه عيال قجاري ذا كسيحن جان جغد كسيحن جان إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. قمر الريح تندغاري ألقي من سجوع يا رسول الله مش وازم ما خسن خذمه ثم غاه وازم ما تخذم خرواشوم
اي نعم يمكن اتراح خدمته ولكن استكافي استدامارة مرة يشانن ذي صدمعا مرة اني ويتق الله تعالى تقندر قندار مرة لابد استتنازل ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا مريار رخت غاس يا رسول الله اضيعا الحنان الام ويجي شادي الاب العاطفة اني جندي الام وهجي شادي بابا سن يما سيه تشمس تغي ما كيس جرت كمر تفاق بابا سي كسي تسونتي تحقو خام نظني يقار الصبح الكاغزيش هذا حد خدمة خني ما ريت تفوثي دوا تجيبهم لحرا غايدة ذا سدو يغدو انا غدس غدو يقوض بيب مش هو يسنسن يبد الاغلبية ذا الام فالتربية اني ذا الحنان اني الى اخي ان ضممتهم اليه ضاعوا وفعلا قد ضاع كثير من الابناء بسبب تفريط والديهم فيهم وبهم بعد الطلاق.